أظن بأن الشباب هو ثمرة البلاد، ثم قلتم أن مدينة الجديدة تتوفر على موارد ومشاريع كثيرة، هذه واحد التعقيد. بالنسبة للشباب مدينة الجديدة، أنا كيبان لي ما بقاش ثمرة البلاد، أنا لأن عند الغير على مدينتي الجديدة ما بقاش ثمرة البلاد، وإنما أصبح جمرة جمرة تحرق قلوب الأمهات. لأن أغلب الشباب الآن كيبقى فيا كيحس بنفسي بأن أنا كنتمي لهذه المدينة، راه ما تزادش فيها حتى حاجة، أنا من مواليد مدينة الجديدة، وكيبقى فيا الحال اللي كنشوف الشباب ديال مدينة الجديدة والنواحي بأنهم كتبقى واقفين عند خطوات مع لا شغل لهم، والآن أصبح في حدة كبيرة كيتعرضوا للمخدرات، وما بقاش ليعم الأمن في المدينة والنواحي، ولينا كنخافوا نخرجوا. لهذا كنطالب وكنتمنى تكون أذان صاغية باش هذا الصوت يوصل للسلطات العليا باش يحدوا لنا من هذه الآفة الخطيرة اللي ولينا كتمس العائلات كلها، ولاو كيضرونا في قلوبنا بزاف، ولينا كنخافوا حتى على خوتنا يتعاطوا، وكثير من 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 الأوقات نتمنى تنخرج عندي إخوان صغار عندكم، لأن ولينا حنا كنخافوا بزاف، وكنتمنى هذه الموارد اللي ذكرتي بأن المدينة الجديدة كتوفر على موارد ومشاريع، راه ما استفدش منها شباب المدينة ولا العمال ديال المدينة، راه غير منتشرين، شكون اللي خدام في الجرف؟ أغلبية هما الناس اللي ماشي مدينة البلاد، ماشي من الجديدة. ثانيا كنتمنى مدينة جديدة، وجيت هنا للبلاد سكنت هنا كأستاذة، ملي سكنت هنا جيت في الشتوى شوف بعدا العتاملة كي كتكون، بغينا باش تكون إعادة الهيكلة للقرى المجاورة لمدينة الجديدة وتعم الفرحة للبلاد، وكنا نشعروا بالأمان والاطمئنان، وما نبقاش هنا نفسنا كيحس فيها الحزن، راه ولينا كنعيشوا واحد العيشة تعيسة. إذا كنتمنى إن شاء الله هاد البلاد تزيد القدام بالفضل ديالكم وبالاحزاب السياسيه، ماشي غير الاحزاب خاصه نتاعش وطلع، خاصنا نطلعوا هاد الناس اللي هما كيعانوا من الهشاشه ومن الفقر، اذا بغينا ان شاء الله في اقرب وقت تصلح لنا الطريق المتجه للجرف. انا كنتردد كنقرب سيدي عابد دائما، ولينا كندوزو من الطريق الورانيه دائما معرضين للحوادث السير، كنتمنى في اقرب الوقت ان شاء الله هاد الطريق خاصو بعدا يتصوب. ثانيا لا العتامنة ولا المنادة ولا جميع القرى المجاورة للمدينة الجديدة، بغينا ان شاء الله تكون الهيكلة في اقرب الوقت، وشكرا لكم.